قال وزير البترول طارق الملا إن اجتماع الحكومة وافق على عمليات للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط بمنطقة شمال سيناء البحرية بالمياه الضحلة، مشيرا إلى أن أطراف الاتفاقية شركة إن الإيطالية وشركة ثروة للبترول المصرية. عرضنا اليوم على مجلس الوزراء الموقر مذكرة خاصة باتفاقية لعمليات استكشاف وبحث في منطقة البحر الأبيض المتوسط. الحقيقة في دور استراتيجية قطاع البترول في تنمية الاحتياطي الخاص بجمهورية مصر العربية من الزيت والخام والغاز، يعني بنكثف بقدر الإمكان كل أعمال الاتفاقيات الخاصة بهذا المجال. فكان النهاردة من الموضوعات اللي عرضناها على المجلس الموقر هي منطقة شمال موجودة في شمال سيناء البحرية ويطلق عليها نور البحرية، منطقة نور البحرية، وهي تقع في المياه الضحلة، يعني أعماق حوالي من 200 ل 300 أو 350 متر أعماق في البحر الأبيض المتوسط شمال سيناء. والاتفاقية هيكون أطرافها من ناحية شركة إني الإيطالية ومعها شركة ثروة المصرية الوطنية من جهة، ومن جهة الأخرى هتبقى شركة إيجاز اللي هي شركة قبضة للغاز من جانب آخر.